صباح الخير، معاكم كوتش احمد عاصم. جاي النهارده اتكلم معاكم عن انحراف قومي اسمه الروند شولدر. الروند شولدر ده بيحصل عن طريق اللي انت بتكون فيه روتين غلط بتعمله في حياتك، فبيأثر على العضلات، ففي عضلات بيكون فيها كونتراكشن القباض، وفي عضلات بيكون معمول لها ستريتش اكتر، فما بيكونش فيه بالانس ما بين العضلات. فبيكون الانحراف ده عباره عن ازاي؟ بيكون كتفك عامل كده، بيكون السبب مثلا ماسك لاب تليفون قاعد على المكتب، فبيكون جسمي عامل كده بالطريقه دي، بيكون كتفي طالع لقدام. فالتمارين دي هتساعدنا اللي احنا نعالج الانحراف دوت. اشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، هنتكلم النهارده على التمرين بقى اللي احنا هنتعالج الروندد شولدر بتاعنا. اول تمرين معانا هعمل الاسترتش للبيكتوراليز، لان بيكون معمول لها انقباض بسبب الحركه دي. تثبت في الوضعيه دي 30 ثانيه 4 مرات. تاني تمرين معانا هعمل سترينس على الظهر، لان بيكون فيه ستريتش اكتر. هعمل ايدي بالطريقه دي وارجع. اهم حاجه بضم ظهري على بعض. تالت تمرين معانا بيكون بالحركه دي، برضو تلات مجاميع في 15 عدد. رابع تمرين معانا هيكون بالطريقه دي، احط شبك ايدي كده بالطريقه دي، احط ايدي ورا دماغي، هدفع بدماغي لورا مش بايدي لقدام. برضو ثلاث مجاميع في 15 عدد. ان شاء الله التمارين دي هتساعدنا ان احنا نغير من الانحراف بتاعنا، وانت حاول ان انت تغير من الروتين الغلط اللي انت بتعمله في حياتك اللي هو بيوصلك للانحراف دوت. ورب ان شاء الله تكون التمارين دي فادتكم. استناكم الحلقه الجايه.